السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الأول المتوسط، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية، الوحدة السادسة، رفع الفعل المضارع الصحيح الآخر ونصبه وجزمه. في البداية أعزائي الطلاب، ينقسم الفعل في اللغة العربية إلى ماضي ومضارع وأمر. الماضي مثال: أكل خالد الطعام. الأمر: ذاكر الدرس. أما الفعل المضارع هو الذي يبدأ بحرف من حروف كلمة أنيت ويكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. المرفوع إذا لم يسبق بناصب أو جازم. مثال: يذهب الولد للمدرسة. وفي حالة النصب إذا سبق بأداة نصب. مثال: لن أذهب إلى النادي. أذهب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتح لأنه سبق بلن. مجزوم إذا سبق بأداة جزم. مثال ذلك: لم نسمع أحد. أولا تأمل الكلمات الملونة في التراكيب الآتية: أخذ يطرح، عندما نزرع، سوف أدرس. تمام. نلاحظ في المجموعة الثانية: أن يترك كي يحصل، لن تنجح ليتمكن. المجموعة الثالثة نلاحظ: لم يجد ولتعتمد. نلاحظ الكلمات الملونة: يعملون، أن يحصلوا، لم ييأسوا. الحالات الإعرابية للفعل المضارع هي الرفع أو النصب أو الجزم. علامات إعراب الفعل المضارع هي الضمة في حالة الرفع والفتحة في حالة النصب والسكون في حالة الجزم. الفعل المضارع قد يسبق بالسين وسوف. انتبه إلى أن الحروف التي تنصب الفعل المضارع هي إن، لن، كي، حتى، فاء السببية، واو المعية، لام الجحود، لام التعليل. انتبه إلى أن الحروف التي تجزم الفعل المضارع لم ولما ولم الأمر ولا الناهية. ثانيا، الفعل المضارع يطرح فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. نزرع فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة لأنه لم يسبق بناصب أو جازم. نلاحظ الفعل تنجح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. يترك فعل مضارع منصوب بأن وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. يجد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم السكون. لتعتمد فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة الجزم السكون. في المجموعة الرابعة أجد أن الأفعال المضارعة فيها من الأفعال الخمس لأنها اتصلت بالضمير وهو واو الجماعة. كما تعلمون أن الأفعال الخمس كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. أصنف وفق المطلوب الأفعال الخمس حالتها الإعرابية: يعملون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس كما تعلمنا سابقا. أن يحصلوا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة النصب حذف النون لأنه من الأفعال الخمس. لم ييأسوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. رابعا ألاحظ حروف النصب والمعاني التي تدل عليها: أن مصدرية وناصبة، لن تفيد النفي، كي مصدرية ناصبة وتفيد التعليل، لام التعليل تفيد التعليل. ألاحظ حروف الجزم والمعاني التي تدل عليها: لم
حرف جزم ونفي، لا النهية حرف جزم يفيد النهي، لام الأمر حرف جزم يفيد الطلب. نلاحظ علامات إعراب الفعل المضارع الأصلية والفرعية. الضمة وهي علامة رفع أصلية للفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يسبق بناصب أو جازم. الفتحة وهي علامة نصب أصلية للفعل المضارع الصحيح الآخر الذي سبق بناصب. السكون وهي علامة جزم أصلية للفعل المضارع الصحيح الآخر الذي سبق بجازم. ثبوت النون وهي علامة رفع للفعل المضارع من الأفعال الخمسة. حذف النون وهي علامة نصب وجزم فرعية للفعل المضارع من الأفعال الخمسة. أميز بين لا الناهية ولا النافية في الجمل التالية بوضع علامة صح على غرار المثال: لا تجلس قريبا من حافة البحر. أحسنتم، لا هنا في المثال ناهية والفعل بعدها مجزوم. لا أعمل إلا بعد أن أفكر. لا في المثال نافية والفعل بعدها مرفوع. أحسنتم، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.